الرحيم. بعد إعلان الحكومة عن استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة، بدأت المطارات المملكة تستقبل المسافرين ابتداء من 7 فبراير. بالنسبة لمطار الصويرة موغادور الدولي، اليوم 18 فبراير يوم الجمعة، بدأنا باستقبال أول الرحلات في انتظار استئناف باقي الرحلات المنتظمة. وزارة الصحة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة اتخذت جميع التدابير اللازمة بشراكة مع جميع المتدخلين من أجل استقبال هاد المسافرين في أحسن الظروف في ظل احترام كل تدابير السلامة. اليوم تنستقبلوا حوالي 160 مسافر، يعني المندوبية عبأت أطر صحية من أجل استقبال هاد المسافرين. هاد الإجراءات تتجلى في الكونترول ديال، يعني في مراقبه جواز الصحه ديالهم وليزاتيستاسيون تاع بي سي ار اللي خصهم يكونوا 48 ساعه قبل الوصول ديالهم هنايا ويكونوا نيجاتيف. وبعد ذلك سيتم اخضاع جميع المسافرين لتحاليل البحث والكشف على الفيروس كوفيد، سواء بالتحليل السريعه او بلا بي سي ار. وفي حاله ما تبين بانه كاين هناك حالات، سيتم الاخضاع ديالهم للاشراف الطبي، سواء على مستوى الحجر الذاتي في مركز الاقامه ديالهم او على مستوى المستشفى. دونك ان شاء الله نتمنوا بانه هذه العمليه تدوز في ظروف امنه وسليمه، وذلك من اجل محاربه هذا الوباء ومنع دخول الفيروس او اي متحور جديد لارض الوطن.